علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا في النوم. فإذا أراد الإنسان أن ينام ينبغي أن يحرص على السنة، وهي أن ينام على الجانب الأيمن ويضع كفه تحت خده. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول علماء إن النوم على الجانب الأيمن فيه فائدة، أن الإنسان يتقلب ويؤثر هذا على القلب أنه لا ينام نوم طويل، وهذا يعينه على الاستيقاظ المبكر إما لقيام الليل وإما لصلاة الفجر. فليس هناك سنة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي مفيدة للإنسان، مفيدة أجرا ومفيدة بدنا كذلك. فاحرص عند النوم أن تطبق هذا الهدي النبوي، أن تنام على شقك الأيمن وتضع كفك على خدك الأيمن.